الحمد لله على السلامة. حبيبتي ألف 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 مبروك، شرفتونا، الله يعطيكم العافية وبارك فيكم. أخيرا الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. صح والله، يعني صح فخر واعتزاز. إيه إيه، هذا صح مرة، يعني كان فخر واعتزاز لما لقيت المسرح وكنت نفس الشال حق السعودية، وناس كلها كانت تناظرنا، يعني كان شيء حلو إنه رفعنا راية وطننا وعلمنا الناس إنه سعودية. يعني مني المرة الثالثة على التوالي شاركت في أحد أعضاء المنتخب السعودي لعلوم الهندسة الممثل للمملكة العربية السعودية في أكبر محفل علمي عالمي آيسف 2024. لا، حصلت على المركز الثالث في معرض آيسف في مجال العلوم الطبية والحيوية على مستوى العالم. فوزنا هو تمثيل وطننا ومشاركة أبحاثنا مع العالم. جائزة كبرى في المركز الرابع في مجال علوم الأرض والبيئة. والحمد لله فزت المركز الثالث في مجال الطاقة في آيسف 2024. الحمد لله مثلنا المملكة خير تمثيل في المحافل الدولية كآيسف، وحصلنا على 27 جائزة دولية، وقدرنا نمثلكم إن شاء الله خير تمثيل ورفعنا رؤوسكم. الحمد لله حصلت المركز الثالث على مستوى العالم في مجال العلوم الطبية، وأشكركم على هذا الاستقبال الجميل في المطار. وطبعا هذه الجائزة فقط مو فقط لهذا الوطن كله، حققت المركز الثاني في جائزة الوطن الخاصة. الحمد لله شاركت في مجال الهندسة الطبية الحيوية واستطعت أن يفوز المركز الرابع فيها.